أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، في هذا الفيديو سوف أنزل تتمة مقابلة الصحفية بيرسين ليغمور وباريش، حيث سألت الصحفية بيرسين ليغمور وقالت لها: كيف تجدين أداؤك؟ وبالطبع يتقدم أداؤك تدريجيا لأنك تتدربين كل يوم، ولكن أنت كيف تنظرين لنفسك؟ هل تنتقدين نفسك؟ فأجابتها يغمور: بالطبع، وعندما كنت آتي لموقع التصوير لأول مرة كنا نسلم على بعضنا البعض وأتكلم مع كل الشخصيات، ولكن سواء أردت أم لا لم نكن مقربين من بعضنا البعض بعد، لقد تعرفنا حديثا، وكلما اعتدنا على بعضنا البعض أصبحنا عائلة زهور الدم، وبدأت أصبح طبيعية أكثر، أصبحت أعرف أنه لو ارتكبت خطأ لن يحكم علي الآخرين، أي أننا تقدمنا بأخطائنا وحقائقنا بشكل طبيعي وصادق. فقالت بيرسين: لنبدأ معك أولا يا باريش، المسلسل محبوب جدا ولم يسبق لي وأن رأيت شيئا يحظى بهذا القدر من الاهتمام بسبب تواجده المستمر في التغريدات على تويتر، بعدها رأيت عدد المشاهدات على اليوتيوب، إذا ما هو سبب كل هذا الحب والحماس؟ على الرغم من واقعية هذه القصة، ولكن أكثر شخص باستطاعته التعليق على هذا الموضوع هو أنت. فأجابها: نعم بالطبع، أعتقد أن القصة ومسارها وحساباتها مكتوبة بشكل جميل جدا، إنه في المقام الأول أولا يكون فيه متعة للمخرج وحماس التصوير على الفور، وللممثلين حماس التمثيل، وعلى هذا الحال سيتم إخراج شيء جميل. وبالفعل بالنسبة للإنتاج وخاصة منتجتنا السيدة سيفدا، لقد تعاملت مع كل شيء بدقة شديدة لدرجة سواء رغبت أم لا فقد جعلتنا جميعا نشعر بهذا، وبينما هي دقيقة في كل شيء إذن لا يمكننا أن نقف مكتوف الأيادي، وأنت أيضا تبدأ بالتدقيق والجميع أيضا، كما أن السيدة سيفدا اختارت الشخصيات بشكل جميل، يعني ببساطة أنا وبران اختارت ما يناسبني. مثلا قالت بنفسها: يغمور تشبه ديلان، أي اختارت أشخاصا يناسبون الشخصيات، وهذا هو ما نتج عن شيء طبيعي وعفوي جدا، وفي الواقع الجميع قام بعمله بشكل جميل جدا، ونحن نمتلك مخرجين ماهرين جدا وطاقم العمل وزملاء الممثلين أيضا رائعون، الجميع قام بعمله بشكل متكامل، وفي هذه الحالة تدفقت طاقة العمل للخارج. فأعادت بيرسين سؤال ليغمور نفس السؤال وقالت لها: ما هو اعتقادك بخصوص هذا الموضوع؟ ما هو سبب كل هذا الحب؟ فأجابتها يغمور وقالت: أنا أتفق مع باريش، السيناريو جميل جدا، كل شيء بدل بجهد لأن الجميع يعمل بجد وبسعادة عامرة جدا، وهذا أهم شيء، لأنه مهما كان العمل صعبا فلو كنت سعيدا مع الناس من حولك فستجتاز كل هذا، والعكس صحيح، فلو كان عبء العمل خفيف ولكنك لست سعيدا مع من حولك إذا لا يمكنك الاستمتاع بهذا العمل، والأمر كان هكذا معنا، الجميع يقوم بعمله بحب والمخرجون يهتمون بنا ويساعدوننا كثيرا، وطاقم عملنا أيضا الجميع لطفاء، كما قلت نحن عائلة، ولتسلم منتجتنا سيفدا تهتم بنا كثيرا وبكل تفاصيلنا، حتى أنه يمكنني أن أقول كالأم، وعندما تصبحون عائلة فإن هذه الطاقة والدفء والحب يتدفق للخارج. فقال لها باريش أن السيدة سيفدا عندما تريد أن تحصل على شيء تعطيك تفاصيل صغيرة جدا وأنت تفهمها أساسا، وقال أنه حتى كان يصور حلقات 60 أو 70 وكان شعره مسرح للأمام والتقط صورة كباريش، وقال للسيدة سيفدا: هل الصورة جميلة؟ هل أشاركها؟ فقالت له: لا تشاركها. قال لها: لماذا؟ قالت له: ليروا شعرك هكذا لأول مرة في الحلقة 100. وقال أنها تقوم بحساب هذه الأمور
فأجابته بيرسين وقالت له رائح حال شعرك، فقال لها بالطبع، وقال لها أيضا أن تكون دقيقا هكذا يجلب النجاح ويضيف قيمة بالطبع عندما يتم الاهتمام بعمل كهذا من المخرجون والمنتجون في الخلف. فقالت له بيرسين أنتم مثال للثنائي، يحبان ويتفقان مع بعضهم البعض، ولكن بالطبع هناك توترات تحصل من حين لآخر خلال الاندفاع للحقائق بالأعمال. فبدأ بالضحك يعني سويا يغمر وباريش، وقالوا لم يحصل أبدا. فقالت بيرسين لهم حقا، فأجابتها يغمر حتى أنه لم يحصل مع أحد أيضا. فقال باريش لم يحصل بين أي أحد. فقالت لهم بيرسين إذن يمكننا أن نقول أن هذا هو الوضع الذي يخلفه أصحاب النية الطيبة، وأساسا تريدون أن يكون كل شيء جميل. فقالوا لها بالطبع. فقالت لهم بيرسين ألم تتشاجران أبدا؟ فأجابوها لم يحصل هذا في موقع التصوير أبدا، ولا حتى مع أي شخص آخر. فقالت لها يغمر أقول لك أن الجميع كأنه شيء واحد، كأننا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات. فقالت لهم بيرسين هذا مدهش، إنه مدهش وجميل في ذات الوقت. فقال لها باريش أن هناك شيء في الإنتاج هو أنه أثناء اختيارهم للجميع وليس فقط بالنسبة للممثلين فقط، اختاروا أناس مستقيمين ومحترمون ومستقيمون ويهتمون بعملهم، وأناس متفهمون أعني الجميع. فقالت لهم بيرسين لنسأل عن أبراجكم. فقال لها باريش كلانا برج الدلو. فقالت لهم بيرسين حقا رائع، وبهذا المعنى لديكم نقطة مشتركة. فقال لها باريش وهو يضحك السيدة سفتة التقطتنا من عيوننا مباشرة. فقالت لهم بيرسين كنت أتطلع أيضا لمعرفة ما إذا كنتما مناسبان وفقا لعلم التنجيم، بصراحة لا أصدق، أي يعني لم تتشاجران داخل موقع التصوير أو توترت العلاقة بينكم، كل شيء جيد وصار بشكل جميل. فقال لها باريش وهو يضحك أكثر مشكلة عشنا في موقع التصوير كان هو الحرارة وما شابه. فقالت له بيرسين الآن سيبدأ الموسم الجديد، لا أعلم كم حلقة صورتم في الموسم الثاني، ولكن كيف هو الموسم الذي بانتظار متابعيننا، وما الذي سيحدث عندما نقارنه بالموسم الماضي؟ أتمنى أن نحصل على ردود لأن الجمهور ينتابهم الفضول للغاية بشأنه. فأجابها باريش بذكاء وقال لها سنرى ما الأحداث التي ستحصل، وأنتظره بحماس أكثر من حماسي في لحظتي الأولى عندما تم اختياري للسلسلة، المهم بانتظارنا موسم جميل جدا لدرجة لا تصف. فقالت له بيرسين وأنت أيضا تتطلع للحلقات الأولى من الموسم؟ فقال لها لو نقارن الموسم الثاني بالموسم الأول هو أن الموسم الأول كان جيد جدا، ولأكون واضحا مع الناس سيكون الموسم الثاني هو أيضا جيد جدا ولن يكون أفضل منه، المهم أنا أنتظره لدرجة أكثر من حماسي في انتظار بث الحلقة الأولى. فقالت له بيرسين متى سيبدأ الموسم الجديد؟ هل تم تحديد التاريخ؟ قال لها باريش نعم في سبتمبر. فقالت له في أي يوم؟ فقال لها نصيب. فقالت بيرسين ليغمور ما هي توقعاتك للموسم الثاني، أو بالأصح عفوا لنقول ما هي تخميناتك لجميع الشخصيات. فقالت لها يغمور على العموم السيناريو مكتوب بشكل جميل جدا، أمثل مشاهدي بمتعة للغاية، ولكن أقول لتكون مفاجأة، وأنا أيضا ينتابني الفضول وتعجبني المشاهد التي يتم تصويرها، إنها أفضل، ولكن أنا أيضا أتطلع لنرى هذا معا. فقال لها باريش سأقول هذا فقط سيكون مليئا بالأكشن ولكنه جميل. فأجابته بيرسين أي ستتحرك الأحداث قليلا؟ فأجابها باريش لا ليس قليلا بل للغاية. فقالت له بيرسين إنه جميل جميل جدا، أعتقد أن أهم ما يميز المسلسل هو أنه لا يتضمن شعور واحد فحسب بل على أكثر من نوع واحد، وبهذا المعنى فهو يرضي الجمهور. فقال لها باريش نعم ليس كالمسلسلات اليومية المعتادة، هذا ما اعتدنا عليه في المسلسلات اليومية، يستيقظ الرجل وينزل لتناول الإفطار، يتشاجر على الإفطار وتنتهي الحلقة، نحن لا نتشاجر ولا ننزل للإفطار بل ندخل في الشجار على الفرو. وبدأ بالضحك. فقالت له بيرسين كما أنه يتمتع بطبيعة حال المسلسلات الأسبوعية المعتادة،
فأجابها باريش وقال: أعتقد أننا نقوم بعمل جيد أكثر من معظم الأعمال الدرامية الأسبوعية. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وفرجة ممتعة، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.